الصلاة على الغائب. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي، وهنا اختلف العلماء، هل يصلى على كل غائب مطلقا أو لا يصلى على أي غائب مطلقا، أو يصلى على غائب مات في بلد الكفر ولم يصلى عليه، أو أنه يعني صلاة الغائب خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يؤلف قلوب الرؤساء للإسلام، أو يصلى على غائب له شأن ديني أو دنيوي، وهذا قد يظن أنه تفرد به ابن باز رحمه الله، وهذا ليس بصحيح، لأن ابن باز رحمه الله ذكر في الفتاوى قال: وقد قال بهذا جماعة من أهل العلم، فدل هذا على أنه ليس رأيا له، بل إنه قول في المذهب، في مذهب الإمام أحمد. ولذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الكبرى قال الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا يدل على أنه قول في مذهب الإمام أحمد وليس متفردا به ابن باز رحمه الله. هي أقوال عدة، وليعلم أنه جاء عند الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن بعضهم قال: يصلي على علج من الحبشة، فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. وقد جاءت رواية الطبراني تبين أنه كان منافقا. قال ابن حجر رحمه الله: لم أقف في شيء من الأخبار على أن النجاشي لم يصلي عليه في بلده أحد. وقال أيضا: قول بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف له حتى رآه، قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال. وقد ذكر ذلك الواقدي بغير إسناد عن ابن عباس، من أنه كشف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. ولابن حبان من حديث عمران بن حصين: فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. هذا ظن منهم وليس دين على أن الحجب كشفت. ولذلك في قصة الصلاة على النجاشي قال بعض الصحابة: فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا. أخرجه الطبراني وأصله في ابن ماجه كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح. ولذا فإن أقرب الأقوال هو قول شيخ الإسلام رحمه الله من أنه يصلى على من لم يصلى عليه، هذا هو أقربها، مع أن في قول من له منقبة أو مكانة في الدين والدنيا يصلى عليه قول قوي. وأما من قال بأنه خاص بالنجاشي أو أنه لا يصلى على أي جنازة مطلقا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي إلا على النجاشي فقط، ومات أناس ولم يصلي عليهم، فهنا تأتي مسألة: هل هذا الأمر خاص بالنجاشي أم أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على غيره من الصحابة صلاة الغائب؟ هناك صحابي اسمه معاوية ابن معاوية المزني ويقال الليثي، وذكر ترجمته ابن حجر رحمه الله في الإصابة أن أنس قال: نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، مات معاوية ابن معاوية المزني، أتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم. فضرب بجناحيه فلم يبقى أكمة ولا شجرة إلا قد تضعضعت، فرفع سريره حتى نظر إليه فصلى عليه، وخلفه صفان من الملائكة، كل صف 70,000 ملك. فقال: يا جبرائيل، بما نال معاوية هذه المنزلة؟ قال: بحب قل هو الله أحد، وقراءة قل هو الله أحد، جاثيا يعني على ركبتيه، وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. وهذا عند الطبراني وغيره. وذكر ابن حجر رحمه الله طرقه المسندة والمرسلة، وذكر قول ابن عبد البر: أسانيد هذا الحديث ليست بالقوية. ولكن ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: وقد ذكرت في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه. وهذا يفيدنا أيضا بفائدة من أن الحديث ثابت عند ابن حجر وأنه ليس خاصا بالنجاشي، وبالتالي فإنه لو أمر ولي الأمر بالصلاة على الغائب فإنه يصلى على ما ذكر من قول وله وجهته، لأن النجاشي له مكانة، فإنه في هجرة الصحابة إلى الحبشة آواهم ونصرهم ودافع عنهم فأسلم
فلما مات صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قد يرى ولي الأمر هو من له ولاية عليك يرى خلاف ما ترى، فهناك سبيل للتقيد بما أتى به من أمر ولا يكون الإنسان حينها في حرج. وهو أن عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وأصل القصة في الصحيحين لكن أريد موضع الشاهد، أن عمر رضي الله عنه لما أتاه رجل قال أجنبت أفتيمم؟ قال لا. فقال عمار ألم تذكر أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأنت لم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين بعد ذلك صفة التيمم. فقال عمر اتق الله يا عمار. ماذا قال عمار؟ قال إن شئت لم أحدث به لم أحدث به. فقال عمر نوليك ما توليت، يعني نكل إليك ما قلت. ولذا في رواية أخرى عند مسلم قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحد. ولذلك في رواية أبي داود قال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. لكن من هو الغائب؟ الغائب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى هو الذي يكون انفصاله عن البلد بما يعد الذهاب إليه سفر. وقال بعضهم كما ذكر من أنه يكفي 50 خطوة، وقال بعضهم أقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة، لأنه إذا كان من أهل الصلاة في البلد فلا يعد غائبا عنه. والذي يظهر أنه لابد أن يكون لمسافة تقصر فيها الصلاة، لأن هذا هو السفر الحقيقي.